بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الاي فريم. الاي فريم يا جماعة هو الان لاين فريم. الان لاين فريم ده بيخليك تقدر تجيب صفحة HTML كاملة او موقع كامل يعني جوه صفحتك، وليه فوائد كتير جدا وناس كتير جدا بتستخدمه. اشهرهم مثلا موقع جوجل بيدي لك الخريطة بتاعته اللي هي الجوجل ماب، يديها لك اي فريم تحطه في موقعك بحيث تعرض الخريطه كامله حيه جوه موقعك، يعني كأن موقع جوه موقعك. هي دي فكره الاي فريم. كتير تاني مواقع ابلود بتدي لك البوكس لون خاص بالابلود ده تحطه في موقعك برضو بالاي فريم. يعني حاجات زي كده كتير تقدر تعملها بالاي فريم. مثلا لو انت مبرمج بيكون عندك صفحه فيها ان انت مثلا كونتاكت، صفحه كونتاكت فيها فورم اتصال، بتاخد انت الصفحة دي اي فريم، ممكن تحطها في اي مكان تاني في الصفحة تظهرها فيه بحيث ان هي تشتغل لوحدها اوتوماتيك بعيد عن الصفحات التانية، يعني كأنك بتجيب صفحة تحطها جوه صفحتك. طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي عملي ونبدأ نفهم ايه فكرة الاي فريم. الاي فريم بالشكل ده ليه كلوزنج تاج عشان نبقى فاهمين طبعا. طيب ايه هي الاتريبيوتس الخاصه بالاي فريم؟ اول حاجه انا هستعمل مثلا اكتر من اي فريم في الصفحه، فلازم اخد بالي من النيم. النيم هستعمله عشان اعرف ايه هو الاي فريم ده، وبرده اقدر انسقه منه، واقدر زيها زي الكلاس اقدر احط الاي فريم ده كلاس معين عشان اميزه عن العناصر التانية زي ما اتفقنا. اوكي، اول اي فريم هسميه عندي مثلا، عايزين موقع يكون مثلا بسيط وخفيف، خلينا مثلا موقع W3 اللي هو الدوت اورج، W3.org مثلا. ادي الاي فريم بتاعي، وعندي انا السورس. السورس بتاع الاي فريم اللي هو الصفحه اللي هو هيروح لها، اللي هو هيجيبها عندي هنا. طيب HTTP مثلا www.w3.org مثلا، تعالوا نشوف هيحصل ايه. هفتح الاي فريم، ادي الاي فريم بتاعي، جاب لي موقع W3.org. طيب زي ما انتم شايفين الاي فريم عامل ازاي اهو. اوكي، نيجي نشوف الخواص بتاعت الاي فريم. عندي خاصيه زي الويتس، ويتس بيساوي 600 او 700، هايت بيساوي 400. الويتس 700 بكسل والهايت 400 بكسل اللي هو حجم يعني الاي فريم كامل. تمام بالشكل ده اهو، مظبوط. اوكي كويس. طيب استدعيت انا صفحة ال W3 جوه موقعي، يعني اقدر اتحكم فيها جوه موقعي هنا. طيب حلو، عندي حاجة تاني غير الويتس والهايت، حاجة يا جماعة اسمها سكرولينج. السكرولينج دي قبل ما اتكلم عنها هنفهم حاجة فيها الاول. سكرولينج يعني ايه؟ سكرولينج اللي هو السكرول ده. تمام. طيب قبل ما اعمل فيها اي شيء هحط اي فريم تاني تحته في موقع تاني مختلف عنه. خلونا ننسخ ده كله زي ما هو واقول له W3 هنا سكولز مثلا، اللي هو موقع ال W3 سكولز طبعا غني عن التعريف. اقول له W3schools.com وهخلي نفس الخواص فيه برضو زيها، مفيش مشكله، ويخليه جنبه اهو. ادي اي فريم وادي اي فريم، ده فيه سكرول وده برضو فيه سكرول، كله فيه سكرول. حلو جدا. طيب السكرولينج دي حاجه من الحاجات زي الالاين والحاجات اللي اتكلمنا عنها اللي هي اتلغت في ال HTML5، نوت سبورتد، يعني مش مفعله. كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي تقدر تعملها بسي اس اس. طب هنشوف ازاي الكلام ده. هاجي بسي اس اس اقول له اي فريم ويدث 700 بكسل، قلت له ويدث 700 اللي انا كاتبها هنا دي، واروح لغيها من هنا والغيها كمان من هنا اهو. لغيت الويدث انا وعملته بسي اس اس واقول له ريلود. تمام، هنشوف حالا اهو 700 700، حصل اختلاف ما حصلش اختلاف. طيب بعد ويدث 700 هقول له هايت 400 بكسل، ادي الهايت كمان 400 بالشكل ده. بعدين نعمل ريلود. في حاجه اختلفت؟ مفيش حاجه اختلفت. زي ما انتم شايفين كل حاجه انا اقدر اعملها في بالتاجز هنا HTML اقدر اعملها بالسي اس اس. خلينا اقول له مارجن 20 بي اكس عشان ابعدهم عن بعض شويه. ريلود، ادي اهو بعدتهم عن بعض، مارجن هوامش 20% من كل الاتجاهات. اوكي، نيجي بقى عند نقطه السكرولنج ونقول له ستوب شويه.
السكرولينج فيه معلومة ناس كتير ان شاء الله ممكن ما تكونش عارفاها. السكرولينج الفايرفوكس بس الوحيد اللي تقدر تلغي السكرولينج يعني تلغيه بالسي اس اس بس. ازاي تلغيه بالسي اس اس؟ عشان الغي السكرولينج بالسي اس اس بعمل حاجة اسمها اوفر فلو هيدن. الاوفر فلو دي تدرسوها بالتفصيل الممل 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 في كورس السي اس اس. اهو اوفر فلو هيدن اهي، حصل حاجة ما حصلش حاجة عشان انا شغال على جوجل كروم. لو فتحت نفس الصفحة دي على الفايرفوكس السكرول ده هيتشال، لكن جميع المتصفحات المودرن التانية زي الاوبرا والجوجل كروم والسفاري مش هيشيل السكرول ده. وعشان تشيل السكرول ده للأسف هتضطر ان انت تيجي في سكرولينج دي تكتب كلمة نو سكرولينج نو، مع ان ال HTML5 لغوا فيها السكرولينج والكلام ده. شايفين السكرولينج اتشالت مش موجودة، يعني مفيش سكرول، هي الصفحة على قد المكان اللي انت استدعيته بس. اهو سكرولينج نو، وفي سكرولينج يس، وفي سكرولينج اوتو برضو. كل الكلام ده هتدرسه في CSS هنا في وسم الاوفر فلو ده. سكرولينج نو يعني هي اوفر فلو هيدن، السكرول اخفيه. طب سكرولينج يس يعني حط السكرول مهما كان. طيب عندي سكرولينج اوتو نفس الحاجة، هي موجودة في CSS اسمها اوفر فلو اوتو. اوتو يعني ايه؟ يعني انا لو الصفحة بتاعتي طويلة جدا وانا قلت له بس خلي الطول نصها فهيطلع سكرول صح عشان يجيب لي بقيه الصفحه، فساعتها يطلع السكرول لاني قلت له اوتو. طب لو انا الصفحه اللي انا استدعيتها الطول بتاعها 500 وانا حطيتها في بوكس 600 اعلى منه مش هيطلع سكرول، لان الصفحه بتاعتي اللي انا استدعيتها ماليه المكان، فمفيش سكرول، مفيش زيادات، فمش هيطلع السكرول. طيب احنا ايه اللي يهمنا حاليا؟ انت حاليا بتتعلم ال HTML بس، فالسكرولينج عندك نو ويس واوتو. اوكي اتعلمتهم وعرفت انت الطريقة، بس برضو لازم تفهم احنا شايف نسقنا كل حاجة بالسي اس اس، انت مش محتاج تنسق اي شيء بالاتش تي ام ال ابدا ابدا ابدا. السي اس اس اسهل شيء عليك. طيب بس انت عرفت المعلومة اهو، وعرفت ان في الفايرفوكس السكرولينج تقدر تخفيه بالاوفر فلو هيدن دي، تمام. وهنا عشان تستخدمه في المتصفحات اللي هي زي جوجل كروم وزي سفاري وزي اوبرا هتستعملها للاسف بالطريقه دي اللي هي السكرولينج نو. طبعا هم شغالين على الموضوع ده وبيحلوا المشاكل دي كلها، بس انت كمعلومه ليك وتكون عارفها. طيب في خواص تاني انا اقدر اعملها؟ في كل اللي انت بتعمله في البوكس تقدر تعمله هنا، ده ديف عادي جدا. بوكس تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه، تقدر تعمل مارجن وبادنج وبوردر، كل شيء بتعمله انت تقدر تعمله هنا. بوردر 5 بي اكس سوليد مثلا، لون زي اللون الاحمر. عملت له انا دلوقتي بوردر 5 بيكسل لونه احمر، شايفين اهو زيه زي اي حاجة تانية. اقدر اخفيه، اقدر اقول له ديسبلاي مثلا بلوك يجوا جنب بعض، اقدر اعمل له بوردر راديوس، اقدر اعمل كل الحاجات الخاصة بالسي اس اس اعملها فيه. لكن ايه اللي يهمنا النهارده من درس النهارده؟ اللي يهمنا النهارده يعني ايه اي فريم؟ الان لاين فريم ده بيعمل ايه؟ يهمنا ان احنا نعرف انه بيعرف بجيب صفحه تانية جوه صفحتي بحط لها النيم والسورس بتاعها والسكرولنج، لو عايز الغي السكرولنج يس او نو، وعرفنا ان السكرولنج ده نوت سبورتد في ال HTML5. طيب واقدر انسق كل حاجه، الويتس اللي بعمله هنا اقدر اعمله هنا، الهايت اللي بعمله هنا اقدر اعمله هنا، عايز تعمله هنا، عايز تعمله هنا، كل واحد. لكن انا وريت لك ليه سي اس اس اسهل، وليه لما بتعمله بسي اس اس هيوفر عليك كتير. لان تخيل مع نفسك لو انت عندك اكتر من 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 اي فريم في الصفحه هيكون التعديل عليهم متعب جدا، بعكس سي اس اس لو اديت للاي فريم كلاس تقدر تعدله بسهوله جدا وتميزه عن اي عنصر تاني. وبكده نبقى خلصنا الاي فريم ان شاء الله، وندخل على الدروس اللي بعدها باذن الله قبل ما نخلص الكورس. ويا رب الدرس ما يكونش صعب عليكم، واي سؤال تقدر تسالني في القناه ان شاء الله، واشوفكم في الدرس الجاي، وشكرا.